صار عنده هزة حياته صغير وأثرت عليه كتير، فبطل يمشي وبطل يحكي. أنا جيت لهون كرمال أقدم لطلب احفادات، وبالصدفة بس وصلت كل إكيب العمل اللي كان موجود كانت أحلى معاملة لإلي بساعتها، يعني بلحظتها حولوني عن فيزيوثيرابي. بلشنا علاج، عملت لي 10 جلسات والحمد لله رجع مشي شوي على إجره. يعني نحن أمسي بيمنوا عنا حالات كتير بيشبهوا يوسف، هني حالات شوي بنعتبرهم مستعصية، بس طبعا مع العلاج فيزيائي كتير بيتقدموا، بلا علاج بيتأخروا لورا. أنا قبل ما كان عندي الكرسي هون بالمركز اللي أمنوا لي إياها، بس شافوا وضعه لابني كانت كتير صعبة علي إذا بدي أخده على محل أو بدي أخده عند الحكيم، حتى كتير صعبة أو بالبيت هو كتير صعب، صرت حطه على الكرسي، يعني الكرسي سهلت لي كل شيء.